من خلال خطوات عملية وتحركات فاعلة، وصلت دولة الكويت عبر أجهزتها المختلفة توفير استجابة نوعية في مسعى للتخفيف من حدة الأزمات الإنسانية وإغاثة المنكوبين. وفي هذا الإطار أقلعت طائرة إغاثة من قاعدة عبد الله المبارك الجوية إلى لبنان محملة بأجهزة طبية وأدوية ومستلزمات صحية وبطانيات لإيصالها إلى الشعب اللبناني الشقيق. وقال مدير إدارة الكوارث والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الكويتي يوسف المعراج في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية كونا إن هذه الرحلة تأتي ضمن سلسلة تحركات تقوم بها الجمعية لتقديم العون للشعب اللبناني في إطار الدور الذي تقوم به الكويت للوقوف إلى جانب الأشقاء. وأوضح المعراج أن الجمعية ستنسق مع الصليب الأحمر اللبناني لإيصال المساعدات الطبية إلى المستشفيات بشكل عاجل لدعم جهودهم في معالجة المرضى في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. وجرى استقبال طائرة الإغاثة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بإشراف سفير دولة الكويت لدى لبنان عبد العال القناعي ممثلا بالمستشار عبد الله الشاهين وطاقم السفارة. وقال السفير القناعي في تصريح لكونا إن الطائرة وهي إهداء من الشعب الكويتي لشقيقه اللبناني محملة بمساعدات طبية ومستلزمات صحية عاجلة مقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي إلى الصليب الأحمر اللبناني وفقا احتياجات وردت في قائمة أرسلها الصليب الأحمر إلى الهلال الأحمر الكويتي. ومن جانبه قال رئيس بعثة الهلال الأحمر الكويتي في لبنان الدكتور مساعد العنزي في تصريح لكونا إن الطائرة محملة بأجهزة طبية وأدوية ومستلزمات صحية ومواد عينية ستسلم بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني بصورة فورية ومباشرة إلى المستشفيات لدعم جهودها في مواجهة تفشي الفيروس. بدوره ثمن منسق عمليات الإغاثة في الصليب الأحمر اللبناني يوسف بطرس في تصريح مماثل لكونا استجابة جمعية الهلال الأحمر الكويتي السريعة، منوها بالجهود الإنسانية الكويتية في دعم لبنان في مختلف الظروف. وفي اليمن وزعت الجمعية الكويتية للإغاثة في محافظة تعز 476 حقيبة إيوائية ضمن مشروع يشمل توزيع 1762 حقيبة بعدة محافظات يمنية ضمن حملة الكويت بجانبكم. وثمن وكيل محافظة تعز عبد الحكيم عون في تصريح صحفي الدعم الإنساني السخي والعطاء المتواصل من دولة الكويت والجمعية الكويتية للإغاثة إلى الشعب اليمني. من جانبه أعرب رئيس جمعية الحكمة اليمنية المنفذة للمشروع عبد الرحمن شمسان عن بالغ الشكر والتقدير لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا بشكل عام لعطائهم الإنساني المستمر والمؤثر وللجمعية الكويتية للإغاثة بشكل خاص على استجابتها الدائمة لدعم الشعب اليمني وتخفيف معاناته خلال الظروف الراهنة. كما وزعت الجمعية الكويتية للإغاثة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن 6000 سلة غذائية تستهدف 4 محافظات يمنية ضمن حملة الكويت بجانبكم المستمرة منذ 6 سنوات. وأعرب المنسق العام للجنة العليا للإغاثة في اليمن جمال بلفيقة في تصريح صحفي خلال حفل التدشين عن شكره لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على جهودهم ودعمهم الإنساني المستمر للشعب اليمني. من جانبه قال نائب مدير عام مكتب الجمعية الكويتية للإغاثة في اليمن عادل باعشن إن مشروع السلة الغذائية يأتي ضمن حزمة مشاريع إغاثية تقدمها الجمعية في مختلف المجالات الإغاثية والإنسانية التي تستهدف النازحين والأسر الضعيفة في مختلف المحافظات اليمنية. بدوره أوضح رئيس قطاع المشاريع في مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية المنفذة للمشروع عماد عبد الرحيم أن المشروع يشمل توزيع 6000 سلة غذائية تستهدف محافظات عدن وتعز وأبين والحديدة. وأشار عبد الرحيم إلى أن هذا المشروع الذي يستفيد منه قرابة 42000 فرد يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي للأسر النازحة والفقيرة في تلك المحافظات، وذلك ضمن إطار التدخلات الإنسانية الكويتية لتعزيز قدرات الأسر النازحة على الصمود. وثمن هذه اللفتة الإنسانية الكريمة من دولة الكويت والجمعية الكويتية للإغاثة لدعم الأسر النازحة والإسهام في تخفيف معاناة اليمنيين. ومن جانب آخر وفيما يتعلق بالتعاون مع الأمم المتحدة، أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى دولة الكويت الدكتور طارق الشيخ الالتزام المستمر لفريق الأمم المتحدة الوطني في العمل بشكل وثيق مع حكومة دولة الكويت لدمج توصيات
آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إطار خطة التنمية الوطنية للدولة 2020-2025. جاء ذلك في كلمة للدكتور طارق الشيخ بافتتاح أعمال ورشة العمل التدريبية الافتراضية بعنوان التفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان التي عقدتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الفترة من 26 إلى 27 من يناير الحالي. وأشاد باعتماد الكويت بشكل استباقي لأهداف التنمية المستدامة وتوصيات حقوق الإنسان ضمن مبادئ برمجة خطة التنمية الوطنية كتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وضم الموارد الوطنية في العمل اللائق والنمو الاقتصادي ومعالجة عدم المساواة والتعليم. وقال إن دولة الكويت عملت مع الأمم المتحدة على وضع برامج وسياسات تعزز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، وثمن ما وضعته الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بخطة التنمية للدولة من اعتبارات تتعلق بالسياسات لمعالجة استحقاقات التعويضات وظروف العمل داخل القطاع العام والخاص، إضافة إلى أحكام لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.